الله وبركاته. مشاهدينا حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي، برنامج هدف. هذا البرنامج الذي يطلع عليكم بشكل يومي عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان، مع المتعة والإثارة والتشويق والمعلومات وكل ما هو جديد مع مونديال 2014. نحن معكم إن شاء الله اليوم من الآن إلى منتصف الليل، فنحييكم وإن شاء الله تقضوا معنا أمسية سعيدة ومليئة بالمعلومات المنوعة. مثل كل يوم عندنا فريقين إن شاء الله راح يتنافسوا في مباراة ودية، ولكن راح تكون مباراة شرسة بإذن الله ما بين فريق الشباب وفريق الفتيات. راح نتعرف معاكم إن شاء الله على المتسابقين اللي راح يتنافسوا إن شاء الله في مباراة الليلة، ونبدأ مع الفريق الأزرق. المتسابقة الأولى جهينة سعيد الذهلي. يا أهلا وسهلا فيك جهينة، جامعة السلطان قابوس تخصص جغرافيا. حياك الله جهينة وموفقة إن شاء الله اليوم. المشتركة الثانية وكابتن الفريق الأزرق أسماء راشد الحجري، طالبة بالكلية التقنية العليا تخصص محاسبة. بالتوفيق إن شاء الله، واليوم الحسبة لازم تكون قوية على أساس تسجل أكبر عدد من الأهداف إن شاء الله بإذن الله. والمشتركة الثالثة معنا خالصة بدر الغسينية، طالبة بجامعة السلطان قابوس تخصص عمل اجتماعي. يا أهلا وسهلا فيكم معنا. اليوم إن شاء الله راح تقابلوا فريق مكون من شباب 100%، تتوقعوا راح تفوزوا عليهم ولا لا؟ نتمنى الفوز والتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق للجميع، وفي نهايه الحلقه يعني ما يصح لنا الصحيح والفوز راح يكون للافضل وللاجدر. نتعرف الحين على اعضاء الفريق الاحمر والمشترك الاول. زايد بن خلفان الحماني، موظف شؤون بلد السلطنه. يا اهلا وسهلا فيك اخوي زايد وموفق ان شاء الله اليوم. والمشترك الثاني وكابتن الفريق ابراهيم ناصر راشدي، صيدلي عمل بمستشفى السلطنه. يا اهلا وسهلا فيك كابتن. المشترك الثالث والاخير معنا لليوم خلفان عامر خلفان السليمي، وزاره الدفاع. يا اهلا ومرحبا فيكم. اخر مره لما شاركوا معنا فريق مكون من فتيات 100% قدروا البنات انهم يفوزوا على الشباب، اليوم شو تتوقعوا راح يفوزوا عليكم البنات؟ ان شاء الله بنردها الهزيمه ان شاء الله. ان شاء الله تعوضوا هزيمه الشباب في الحلقه اللي فاتت. موفقين ان شاء الله في لقاء الليله. الحين راح نبدا معاكم بالقرعه، نطلب من كابتن الفريق الازرق وكابتن الفريق الاحمر انهم يتفضلوا معي لمنتصف الملعب لاجراء القرعه. تفضلوا. تفضل الكابتن. تفضل كابتن. طبعا القرعه راح تكون ما بين الفريقين لتحديد الهجمه الاولى، راح تكون من نصيب من يختار؟ عندنا خنجر و50. يلا خنجر، تختاري خنجر. بالتوفيق ان شاء الله، اذا طلع الخنجر بالقرعه راح تكون الهجمه الاولى مع الفريق الازرق. بالتوفيق للفريقين. خنجر، اذا الهجمه الاولى راح تكون ان شاء الله مع الفريق الازرق. بالتوفيق لكم، تفضلوا لمواقعكم وان شاء الله نشهد مباراه تكون مباراه قويه وشيقه ما بين الفريق الازرق والاحمر. وانا راح اروح لموقعي لصافره بدايه المباراه. أذكركم مشتركينا أنه عندنا ملعب كرة قدم افتراضي، تتوسط الملعب كرة قدم افتراضية، والمطلوب من الفريقين أنهم يجاوبوا على أكبر عدد من الأسئلة بأسرع وقت ممكن. كل ما جاوبتوا أسرع كل ما تقدمتوا خطوات أكثر. كل سؤال خصص له 15 ثانية، إذا جاوبتوا خلال 5 ثواني الأولى رح تتقدموا 3 خطوات، أما إذا جاوبتوا في 5 ثواني الثانية رح تتقدموا خطوتين، وإذا جاوبتوا في 5 ثواني الأخيرة بتتقدموا خطوة واحدة فقط. كل مربع يحمل لكم مفاجأة، قد يكون الأمر في صالح الفريق اللي قاعد يلعب أو يكون الأمر في صالح الفريق المقابل. هذا الشيء كله راح نكتشفه إن شاء الله من خلال اللعبة ومن خلال تحركاتكم وهجماتكم اللي راح ترسموها حسب خطة يضعها كل فريق على حدة. كل ما يوصل الفريق لمنطقة جزاء الفريق الثاني راح ننتقل إلى استاد الشرطة بالوطية. استاد الشرطة بالوطية كل فريق خصص له لاعبين محترفين. اليوم إن شاء الله راح يمثل الفريق الأزرق كابتن أحمد خميس وحارس المرمى سعيد الفارسي، أما الفريق الأحمر فراح يمثلهم كابتن سيف الحبسي وحارس المرمى بلال البلوشي. بالتوفيق لكم. عندكم أسئلة قبل ما نبدأ؟ الفريق الأزرق شو حابين تقولوا للفريق الأحمر قبل البداية؟ بالتوفيق. وأنتم شو حابين تقولوا لهم؟ الله يوفقكم إن شاء الله. الله يوفق الجميع إن شاء الله، ونحييكم ونتمنى لكم التوفيق، ونبدأ معاكم والهجمة الأولى مع الفريق الأزرق. السؤال الأول للفريق الأزرق يقول
في أي عام أنشئت الهيئة العامة لحماية المستهلك؟ 2011، 2012، 2013؟ 2012. 2012؟ للأسف الإجابة خاطئة، الإجابة الصحيحة 2011. ما عليه، يعني في كثير فرق في أول هجمة شوية يكونوا متخوفين وما يقدروا يجاوبوا صح على السؤال، ولكن إن شاء الله تعوضوها بهجمات أخرى. تنتقل الهجمة الآن من الفريق الأزرق للفريق الأحمر. الفريق الأحمر مستعدين لسؤالكم الأول؟ بالتوفيق، نشوف السؤال. في أي ولاية بمحافظة الداخلية يوجد حصن بيت سليت؟ سماء النزوة أو الحمراء؟ الحمراء. الحمراء؟ لا، الإجابة الصحيحة كانت نزوة. لحد الحين متعادلين، لحد الحين ما قدر ولا فريق انه يجاوب على اي سؤال بشكل صحيح. نواصل وننقل الهجمه الان للفريق الازرق. سؤالكم الاول بهذه الهجمه، بالتوفيق ان شاء الله. اكمل المثل العربي. هنين ما وحينا نقرا. خلينا نشوف. الإجابة فعلا صحيحة، وهذه الإجابة تمنحكم ثلاث خطوات. بأي اتجاه حابين تتحركوا؟ أمام. ثلاث خطوات إلى الأمام. أذكر الفريقين أن كل مربع يخفي أمر، هذا الأمر قد يكون تراجع، تقدم، انتقال مباشر لمنطقة الجزاء، بطاقة حمراء، بطاقة صفراء، انتقال يمين، انتقال يسار. كل هذا راح نشوفه إن شاء الله من خلال اختياركم للمربعات. بنشوف إيش نخبيكم هالمربع. يا ربي، تراجع أربع خانات. ما لحقنا نفرح كذا بالسؤال الأول، قلنا خلاص بنسجل هدف. عموما رجعت الكرة أربع خطوات إلى الخلف وصارت أقرب لمرماكم من مرمى الخصم. نواصل ونشوف سؤالكم التالي. من هو هداف كأس العالم لكرة القدم 2002؟ رونالدو، ميروسلاف كلوزا أو ريفالدو؟ رونالدو. الإجابة فعلا صحيحة ولكم خطوتين. ما عندكم، قلتوا الإجابة قبل بس ما كنتوا واثقين منها، كنتوا بعدكم تتناقشوا. حاولوا لما تكونوا واثقين من الإجابة تعطونا الإجابة بشكل أسرع عشان تتقدموا أكثر. كيف حابين تتحركوا؟ أمام. ثلاث خطوات إلى الأمام، خلونا نشوف. عفوا، خطوتين فقط إلى الأمام. نشوف المربع إيش مخبي لكم. انتقل خانتين إلى اليسار. بانتقالكم هذا لازم ترجعوا على الأقل خطوة واحدة إلى اليمين، لأن الهجمة ما راح تكتمل إلا إذا كانت في المربعات الثلاثة المقابلة بالضبط لمنطقة الجزاء. نواصل ونشوف السؤال التالي للفريق الأزرق. ما الحيوان الذي يتفوق على باقي الحيوانات بحاسة الشم؟ الكلب. نشوف. هو الدب. ما عليه، احيانا تكون يعني نتوقع ان الاجابه تكون بديهيه ولكن يبغى لها تفكير اكثر. معلش، الكره راح تظل في مكانها وان شاء الله راح تكون عندكم هجمات ثانيه تعوضوا فيها. نواصل الحين وننتقل لهجمه الفريق الاحمر. اتوقع هجمه البنات الحين كانت شويه تخوف، لولا ان الكره رجعتهم اربع خطوات الى الخلف كانوا الحين مسجلين هدف عليكم. كيف معنوياتكم؟ تتوقع الحين بنشوف هدف؟ إن شاء الله. بإذن الله. نشوف سؤالكم الأول. ما الغدة التي تعمل على إفراز هرمون الثايرويد؟ الكظرية، النخامية أو الدرقية؟ الدرقية. الإجابة صحيحة. بما أنكم جاوبتوا بتسع ثواني فراح تنتقلوا خانتين بأي اتجاه؟ إلى الأمام. خطوتين إلى الأمام. إيش تتوقعون مخبي لكم المربع؟ قدم إن شاء الله، نقدم ضربة جزاء إن شاء الله. إن شاء الله، نشوف. تراجع خانتين، إيش سالفة المربعات اليوم كلها تراجع تراجع تراجع؟ إحنا نبحث عن التقدم، نبحث عن أهداف، نبحث عن هجمات مكتملة. المهم ان الكره لحد الحين معاكم والهجمه للحين معاكم. نشوف السؤال التالي. في اي
جزء في القرآن الكريم توجد سورة البروج؟ 28، 29 أو 30؟ 30. نشوف. الإجابة فعلا صحيحة. وعندكم ثلاث خانات بأي اتجاه؟ خانتين أمام وخانة يسار. خانتين إلى الأمام وخانة إلى اليسار. نشوف ايش مخبيكم مربع. انتقل خانة إلى اليمين، الكرة مصرة أن الكرة تظل على جهة اليمين. ما عليه، نواصل معاكم ونشوف سؤالكم التالي. أين يوجد الجهاز السمبثاوي؟ في جسم الإنسان. جسم الإنسان. الإجابة فعلا صحيحة. وعندكم ثلاث خطوات إلى الأمام. خانتين أمام وخانة يسار. خانتين إلى الأمام وخانة إلى اليسار. إن شاء الله عاد ما يرجعكم يمين الحين، إيش تتوقع يطلع لكم؟ ضربة جزاء إن شاء الله. إن شاء الله، نشوف. يا الله، شو السالفة؟ الكرة تبغى تكون هجمة من اليمين، مصرة. من أهل اليمين. إن شاء الله كنا نكون من أهل اليمين، ونشوف الحين سؤالكم التالي. ما المقصود بالخرنق؟ ابن الغزال، ابن الأرنب أو ابن الثعلب؟ ابن الأرنب. ابن الأرنب؟ الإجابة فعلا صحيحة. عن التكة، عن التكة قدرتوا تاخذوا مربعين. نشوف توجهكم راح يكون بأي اتجاه؟ يسار. خانة واحدة. خانة واحدة إلى اليسار وخانة إلى الأمام. تفصلنا خطوة واحدة عن منطقة الجزاء. إن شاء الله يا رب هالمرة الكرة ما ترجعنا يمين. إن شاء الله. إن شاء الله خطوة إلى الأمام، نشوف. انتقل خانة إلى اليسار. إلى اليسار، أوكي. معلش معلش، لحد الحين أنتوا في السليم. محتاجين خطوة واحدة فقط للوصول وتهديد منطقة جزاء الفريق الأزرق. إن شاء الله. مستعدين للسؤال التالي؟ مستعدين. ركزوا، راح يكون عندكم وقت كافي انكم تجاوبوا لانه عندكم تحتاجوا خانه واحده فقط. خلونا نشوف السؤال. مجله فصليه محكمه صدر عددها الاول عام 1979، يراس تحريرها مدير معهد الاداره العامه. مجلس الخدمه المدنيه، مجله نزوه او مجله الاداري؟ الاداري. الاداري. وصح، ومبروك أول تهديد بمرمى الفريق الأزرق. إن شاء الله نقدر أن نسجل هدف من خلال هذه الهجمة وتكتمل الفرحة ونشوف ضربة جزاء مكتملة على أرض الملعب. بننتقل معكم على الهواء مباشرة لاستاد الشرطة بالوطية، وراح نطلب من الكابتن سيف الحبسي أنه ينتقل لمنطقة الجزاء لتسديد ضربة جزاء في شباك الفريق الأزرق. طبعا الفريق الأزرق اليوم يمثلهم الكابتن سعيد الفارسي. تتوقع يسجل هدف ولا لا؟ بنات فريق الأزرق، تتوقعوا راح يسجل عليكم هدف؟ واثقين بالحارس. واثقين بحارسكم، وإن شاء الله يكون على قد هذه الثقة ويقدر يصد ضربة جزاء سيف الحبسي. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف ويا بعض هذه الرمية. وصد الكرة، صد الكرة، وللأسف للأسف ما قدروا الفريق الأحمر أنهم يسجلوا الهدف الأول في شباك الفريق الأزرق. قاعدين نشوف إعادة الهدف، أو بالأحرى يعني محاولة الهدف. للأسف ما قدرتوا تسجلوا الهدف الأول. البنات الفريق الأزرق ما شاء الله عليكم، يعني كنتوا واثقين بحارسكم وفعلا كان قد الثقة وقدر أنه يصد الكرة مع أنها كانت صعبة وكانت عالية، ولكن قدر أنه يصدها ما شاء الله عليه. الحين راح ننتقل لهجمة جديدة، ولكن ذكركم بالنتيجة. إلى الآن النتيجة تعادل سلبي ما بين الفريقين. الفريق الأحمر متقدمين بالرصيد، حيث أن رصيدهم 500 ريال والفريق الأزرق رصيدهم 250 ريال. نتمنى التوفيق إن شاء الله للفريقين، وتنتقل الهجمة الآن للفريق الأزرق.
نشوف السؤال الأول من بعد ما تنتقل الكرة لمنطقة البداية اللي هي منتصف الملعب. شدوا حيلكم الفريق الأزرق ونشوف السؤال. غناء تقليدي يؤدى أثناء صيد السمك الصغير بالشباك بدون مصاحبة آلات موسيقية، الربوبة، الطاغية أو التعويب. طاغية. للأسف إجابتكم كانت خاطئة، والهجمة تنتقل الحين منكم للفريق الأحمر. أذكر الفريقين أنه أتمنى من الفريقين لما يعطونا الإجابة يعطونا إياها بثقة ويكون صوتكم مرتفع، خصوصا الفريق الأزرق، يعني أحيانا تكونوا قاعدين تتشاوروا وطريقة إعطائكم للإجابة تكون نفس المشاورة، فحاولوا تكونوا عندكم ثقة أكثر لما تعطونا الإجابة النهائية. الحين راح يكون السؤال التالي مع الفريق الأحمر، بالتوفيق لكم إن شاء الله ونشوف السؤال. في أي دولة أقيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 94؟ يعني فريق كله شباب وجاهم سؤال رياضي اكيد بيجاوبوا عليه صح. انتم صح وعندكم ثلاث خطوات. الى اي اتجاه؟ ثلاث خطوات الى الامام. اما اذا الحين طلع لكم خطوتين الى اليمين بقول الكره مستقصدتكم اليوم. صح. نشوف الخطوات راح تكون باي اتجاه وايش مخبيه الكره. تراجع خانه الى الوراء وخانه الى اليمين. يلا على الاقل خانه واحده، يعني ما مضطرين ترجعوا يسار، تكملوا بشكل مستقيم. الحين راح ناخذ فاصل قصير ونواصل هذه الهجمة بعد الفاصل. هذا عالمك عمان، عالمك عمان تل. غريب أخويا ومستحيل أفرط فيه. أنتوا الميانين، أنتوا كلكم ميانين. أنا ما مينون، أنا ما مينون. أحفظ لسانك يا هلال. أبو نحمان أكبر من الكلام اللي تقوله. إيش رأيك تأخذ زيانة؟ لم لسانك. أنا عندي الحل. ايش رايك نسوي خصيف لبدور؟ وين هالحرمه اللي تقدر على حاله مرهونه؟ وين الخزنه اللي في بيت حميد؟ لو وزعت على الحار اطلعهم من حاله الفقر وانتم ولهم. انا اللي برد عليك. بسميها سمره عيد. أعتقد أول من يمتلك قطعة زي أي قطعة، يعني لو افترضنا هذه، نعم، هذه تحفة. فقسم بأحساء وقسم بدوحة وقسم تبناه الكويت فأكرمه. هذه الزخارف التي نجدها في جلد المخطوط، هذه أختام خاصة بالمخطوطات العمانية. وقيام جلالة السلطان الجديد بإصلاح البلاد ولم شعث العباد. يعني مسيرة حافلة، لذلك أنا محتار من أين أبدأ في كل هذه الزحمة. We'll be right back.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عارف إنك جاي تكلمنا عشان إني أعطيت الرجال اللي في الخارج صدقة. يا أخوي أنا خبرتك، الصدقة في يد مستحقيها، فالأقربون أولى بالمعروف. وإنت ليش مكبر السالفة؟ الموضوع كله الكثير نص ريال. يا أخي ربنا قال: وأما السائل فلا تنهر. فرق ما بين المحتاج والمتسول وشوف حصيلتي اليومية كم، يمكن راتبي يصير أكثر منك. والله إنك حاسب، بتحسد الفقير على لقمة عيشه؟ بعدين هو إذا ما محتاج ما راح يسأل الناس. أنت تعرف إنك بمساعدة المتسول بتساعد على انتشار المتسولين؟ يا أخي يمكن ما قادر يشتغل أو صحته ما زينة. في مؤسسات كثير معروفة وتساعد اللي ما عنده قدرة للشغل. ولا تنسى أعطي أخوك سمكة بتشبع يوم، ولو علمت الصيد بتشبعه كل يوم. أنا أتذكر واحد في حارتنا متسول عنده هبشة فلوس. لا تشجع على التسول، بل كن مصدر تحول. راعيك بنين السمامة وبابا، فهمونا يا جماعة الخير إيش المشكلة؟ المشكلة أنتوا اللي ماخذين الحياة باستهتار ولا مبالاة. أكيد خلي عينك على وحدة. لا بصراحة أيوة. خير يا ولدي خير، إيش صاير؟ إيش ليش مستوي؟ وأبوك ليش شلوا الشرطة؟ لا يكون هذا سرق ولا قاتل حد. أكيد 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 قتل حد فيكم. بابا وين رايح يا رجال؟ صراحة أنت حالتك صارت صعبة ولازم تتعالج. أتعالج من مو؟ من مرض النسيان. أقول إيش تو صحيح إن أنا متزوج؟ مشاهدينا نستكمل معكم حلقتنا لليوم من برنامج هدف. إلى الآن نتيجة الفريقين تعادل سلبي، ولكن الفريق الأحمر يتقدم بالرصيد، حيث أن رصيده 650 ريال بينما الفريق الأزرق رصيده 250 ريال. الهجمة الأخيرة كانت وما زالت مع الفريق الأحمر، وإن شاء الله راح نواصل لهجمتهم من بعد ما نتواصل معاكم. أذكركم أن للتواصل معنا ممكن أنكم تتواصلوا معنا عن طريق موقعنا الإلكتروني www.hadaf.tv.om. من خلال هذا الموقع تقدروا تطلعوا على كل حلقات البرنامج وتتابعوها، وأيضا تشوفوا تفاصيل عن المشتركين، ومن خلالها تقدروا تشوفوا تفاصيل ومعلومات عامة عن الأسئلة اللي تطرح خلال حلقاتنا في برنامج هدف. لأنه نحن أولا وأخيرا هدفنا هو إيصال المعلومة والمعلومات المختلفة والمتنوعة والعامة لكل مشاهدينا الكرام. أيضا تقدروا تتابعوا حلقات البرنامج من خلال صفحتنا الخاصة على اليوتيوب، وأيضا من خلال هذه الصفحة تقدروا أنكم تتابعوا كل البرامج التي تبث على مدار الساعة على شاشة تلفزيون سلطنة عمان، أمان تي في جنرال. واللي حاب انه يغرد معنا او يتواصل مع فريق عمل البرنامج ممكن يستخدم هاشتاج أمان تي في هدف. اما اللي حاب انه يطلع على صور اكثر لكواليس البرنامج وما يحدث خلف الكواليس يتابعنا على الانستغرام على أمان تي في هدف. بكذا تقدروا تتواصلوا معنا في اي وقت وعلى مدار الساعة، وان شاء الله كل اسئلتكم واستفساراتكم يتم الاجابة عليها من خلال فريق عمل البرنامج. الحين راح نبدا بالتواصل معاكم مشاهدينا الكرام اللي تتابعونا في المنازل وحابينكم تشاركوا ويانا ببرنامج هدف. طبعا كل اللي يشترك معنا عن طريق الهاتف كل المطلوب منه انه يرسل لنا كلمه هدف، ومن خلال هذه الكلمه راح تتاهلوا للمشاركه معنا عن طريق الفرز الالكتروني على الهواء مباشره بضربات الجزاء الترجيحيه اللي تقام على الهواء مباشره ايضا باستاد الشرطه بالوطيه. اما اللي حاب يكون موجود معنا بالاستوديو يرسل لنا كلمه استوديو. الحين راح ننتقل إن شاء الله ونبدأ معاكم بالمتنافسة ما بين المتصلين وفقرة الاتصالات.
الله معاكم. واول متصل ويانا، مساء الخير. مساء النور. يا هلا مرحبا فيكي. هلا زونا، شو اخبارك؟ بخير الحمد لله. يا هلا وسهلا. متابعتنا كل يوم زونا؟ ايوه. ايش معنات اسمك؟ ما اعرف. ما كيف ما تعرفي ايش معنى اسمك؟ هو يمكن شيء كذا من الزينة، الشيء الزين. ما شاء الله، ان شاء الله دائما تكوني زينة وتكون نتائجك دائما زينة، واليوم ان شاء الله يسجل لك هدف زين ان شاء الله. يلا راح نبدأ معاكي، وراح يكون معاكي ان شاء الله الكابتن سيف الحبسي، راح يسجل لك الهدف، وراح يقابل ان شاء الله في المرمى كابتن عيسى النبهاني. تتوقعي راح يسجلوا لك هدف ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. كابتن عيسى النبهاني يقابل كابتن سيف الحبسي، تتوقع يسجل هدف ولا لا يا زونة؟ نبغى هدف زوين يعني. ان شاء الله هدف زين. وهدف ومبروك، 250 ريال عليك يا زونة. شكرا على تواصلك معنا. شكرا زونة على تواصلك معنا، مبروك عليك 250 ريال. ناخذ اتصال آخر معنا. السلام عليكم. مرحبا سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة، شخبارك؟ الحمد لله. يا هلا وسهلا. يا هلا ومرحب. من وين تكلمنا سعيد؟ من سند الشان. يا هلا وسهلا فيك أخوي. متابعنا دائما؟ دائما متابعنا. أيوه. ومستفيد من المعلومات اللي نطرحها بالبرنامج؟ أي والله، معلومات ثقافية جيدة. ما شاء الله. رياضية أيضا. ومن متى كنت تراسلنا للمشاركة معنا؟ من بداية البرنامج. يعني تقريبا كم رسالة رسلت؟ رسائل كثيرة حقيقة، ما عديت صراحة. يلا إن شاء الله تتعوض من خلال فوزك معنا ب 250 ريال. إن شاء الله. بالتوفيق. ننتقل معك الحين لأستاذ الشرطة بلوطية، ونطلب من كابتن أحمد خميس إنه يواجه حارس المرمى عبد العزيز الرقادي بأستاذ الشرطة بلوطية. يستعد الحين كابتن أحمد خميس لتسديد ضربة جزاء، تتوقع راح يسجل لك الضربة ولا لا؟ إن شاء الله راح يسجل. أنا متفائل خير يعني. متفائل خير، وإن شاء الله يكون حظك جميل وسعيد معنا اليوم في برنامج هدف. آمين إن شاء الله جميعا سعادة. هدف، مبروك، ألف مبروك، 250 ريال لسعيد. مبروك عليك 250 ريال، وإن شاء الله دائما تكون من سعيدين حظ يا سعيد. شكرا لك، حياك الله. شكرا جزيلا. نواصل مع الاتصالات ونستقبل اتصال جديد، ومعنا الحين صالح. مرحبا. مرحبتين. مرحبا صالح، أخبارك؟ طيب الله يعافيك، شو اخبارك؟ بخير. من وين اتصالك صالح؟ والله من الدوحة، من قطر. يا هلا وسهلا فيك اخوي صالح. بالدوحة تشتغل ولا تدرس؟ انت عماني صح؟ لا لا، اشتغل اي عماني. يا هلا ومرحبا فيك اخوي. وكيف الاجواء بالدوحة واهل الدوحة كلهم؟ والله الجو معانا حر، احسن عمان والله. وطيب يلا تعال، بتعيد ان شاء الله في مسقط؟ والله على حسب، ما اعرف، اذا اعطونا اجازه ترى بني، ما اعطونا اجازه ترى معيدين مع اهل الدوحه. يلا، وفي النهايه اهل الدوحه هم اهلنا وناسنا واخواننا، واكيد يعني وجود ما بينهم ما تحس بالغربه صح؟ الحمد لله، الحمد متعايشين معاهم، نروح زياتهم، نروح افراحهم، كل شيء يعني مخلصين. الله يديم المحبه دائما بين كل ابناء الخليج العربي، وان شاء الله دائما كذا نكون يد واحده وقلب واحد باذن الله. الحمد صالح لله. صالح متابعنا من بداية الشهر؟ ما عليك والله، من بداية الشهر متابعنكم والله. برنامج أول مرة يعني أتابع برنامج نفس البرنامج الحلو. الحمد لله، الله يسلمك. أكيد يعني في يعني شو اسمه، يعني برامج حلوة، معلومات نستفيد منها والله صراحة. الحمد لله. طبعا أشكر متابعتك للبرنامج، وإن شاء الله دوم تلفزيون سلطنة عمان يقدم لكم المفيد دائما ان شاء الله. ان شاء الله. يلا نروح لاستاذ الشرطه. يلا بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نطلب من سيف الحبسي انه يتوجه لمنطقه الجزاء، وراح يقابله ان شاء الله عيسى النبهاني لسد ضربه الجزاء. تتوقع راح تسجل هدف ولا لا يا صالح؟ والله ان شاء الله.
وبعدين انت حبسي وسيف حبسي، فيعني لازم يسجل لك هدف. في صلة قرابة ولا شيء؟ لا لا ما في صلة قرابة. ما في صلة قرابة. يلا تحيات. اعرف علي الحبسي، علي الحبسي من معنا يعني من نفس المنطقة. علي ما شاء الله، يعني انت رياضي من عيلة رياضية. اي والله وعدت الحبسي كلهم ما شاء الله مبدعين بالرياضه. خلينا نشوف الهدف. هدف مبروك مبروك، هدف جديد يسجله سيف الحبسي، ومبروك عليك يا صالح 250 ريال. الله يبارك. يلا هال 250 تحطها يعني مع البجت مال العيد عشان تجي مسقط. حذبيها على طول على طول على العيد وعلى طول شو اسمه تجينا مسقط ان شاء الله اذا كان عندك اجازه. شكرا لك صالح على تواصلك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك. نواصل الحين وناخذ اتصال اخر. السلام عليكم يوسف. نعم يا هلا يوسف، اخبارك؟ الحمد لله بخير. اتصالك من وين يوسف؟ من سمائل. انا يا هلا ومرحبا فيك، كثير تجينا اتصالات من سمائل، الظاهر الكل متابع البرنامج في سمائل. لا اكيد اكيد، تحياتنا لهم كلهم ان شاء الله. وخلينا نبدا معاك ونشوف رمية الجزاء اللي راح تكون ان شاء الله مع احمد خميس، تتوقع بيسجل لك هدف؟ ان شاء الله باذن الله، بالتوفيق ان شاء الله. نطلب من احمد خميس انه يتوجه لمنطقة الجزاء ويقابل حارس المرمى عبد العزيز الرقادي، وان شاء الله يسجل لك هدف. ايش توقعاتك؟ هدف ولا عارضة ولا برا الهدف ولا ايش راح يصير؟ ان شاء الله هدف ان شاء الله. خلونا نشوف نشوف ايش راح يصير. وهدف، ومبروك هدف جديد لاحمد خميس و250 ريال لك يا يوسف. شكرا لك على تواصلك معنا. معنا الحين اخر اتصال في حلقتنا لليوم، نوال. مرحبا نوال. مرحبتين، كيف حالك؟ يا هلا وسهلا. الحمد لله بخير، شخبارك؟ الله يسلمك. اتصالك من وين نوال؟ من سمائل. ايضا من سمائل، توني اقول كثير تجينا اتصالات من سمائل. الحمد لله. متابعت لنا نوال من بدايه الشهر؟ ايوه الحمد لله. وايش رايك بالمعلومات اللي نقدمها؟ اسئلتنا سهله ولا صعبه؟ يعني مناسبه. في النهايه حتى لو السؤال صعب الواحد يعني يستفيد معلومه جديده، صح ولا لا؟ ايوه صح، لانه احنا في النهايه كل يوم نتعلم شيء جديد، ولازم كل الناس دائما تثقف نفسها وتزيد من معلوماتها اكثر. نوال أيوة. ما راح يكون نعم. مطلوب منك تجاوبي على سؤال، كل المطلوب منك انك تسجلي هدف ان شاء الله، والهدف ان شاء الله راح نتابعه من خلال الاستاد الشرطه بلوطيه. خلينا نشوف. سيف الحبسي راح ينتقل لمنطقة الجزاء وراح يقابله إن شاء الله عيسى النبهاني. تتوقعي هدف ولا؟ عسى إن شاء الله. إن شاء الله. بنات تتوقعوا هدف ولا لا؟ نشوف الهدف. يعني دقت في العارضة لكن بعدها دخلت هدف. الحمد لله حظك حلو. شكرا. هذه عادة الهدف. الحمد لله. يعني زين ما راحت يمين، دخلت يسار على طول في الشباك. يلا كانت يدي على قلبي انه ممكن تطلع برا. عموما مبروك عليك 250 ريال، وشكرا على تواصلك وعلى متابعتك الدائمة. طبعا كانت آخر متصلة معانا في حلقتنا لليوم، وراح نواصل معاكم إن شاء الله الحين ونستكمل معاكم هجمة الفريق الأحمر. الفريق الأحمر زايد وإبراهيم وخلفان، كيف معنوياتكم لحد الحين؟ زين. لحد الحين ما حد قدر إنه يسجل هدف، إن شاء الله الهدف الأول يكون على إيدكم. إن شاء الله. يلا نبدأ معاكم أو بالأحرى نواصل معاكم هذه الهجمة ونشوف سؤالكم التالي. ما اسم العنصر الكيميائي السام الذي رمزه بي او؟ البوتاسيوم، بولونيوم او البورون؟ بورون. بورون. بورون.
للأسف الإجابة خاطئة. أنا قاعد أحاول معاكم كذا أتذكر الخريطة ما اللي في الكيمياء يعلمونا إياها ونقعد نحفظها. أول ما نتخرج ننساها. بس نتذكر إيش؟ CO2. غيرها ما نتذكر. نواصل معاكم ولكن سؤالكم إجابتكم كانت خاطئة، والحين راح تنتقل الهجمة منكم للفريق الأزرق. بنات كيف معنوياتكم؟ الحمد لله. جهينة وأسمى وخالصة. الحين لازم نسجل هدف، ما راح أخليكم إلا تسجلوا هدف. نبغى الأرقام، أنا ما أحب أكتب لما أشوف أصفار قدامي. أحس كذا بالسلبية محاطة بي بكل الاتجاهات. أوكي. يلا هدف إن شاء الله. نركز عدل، إذا كنا واثقين من إجابتنا نجاوب بشكل واثق وبأسرع وقت ممكن. يلا نبدأ معاكم ونشوف سؤالكم التالي. كم عدد ركعات صلاة الفجر؟ أربعة. ركعتين. أربعة. يعني قالت اثنين. أربعة قلنا في البداية. أربعة، مصرين على أربعة، نشوف. الله يهديكم. ركعتين الأساسية. يعني هو المطلوب الفريضة. معلش. الإجابة كانت خاطئة، مع أنه يعني السؤال كان سهل، بس يعني أنا حاولت أعطيكم مجال تغيروا، بس للأسف كانت الإجابة خاطئة. ما عليه، الكرة راح تظل في مكانها ونواصل الحين ونشوف السؤال التالي مع هجمة الفريق الأحمر. خلونا نشوف سؤال الفريق الأحمر. في أي عام تأسست جامعة الدول العربية؟ 1945. 45. وأنتوا صح، والحمد لله جاوبتوا خلال 5 ثواني، مما يؤهلكم للتقدم 3 خطوات. يعني على طول لمنطقة الجزاء، ومحاولة جديدة لتسديد هدف في مرمى الفريق الأزرق. السؤال راح نطلب من سيف الحبسي هداف الفريق الأحمر أنه يواجه عيسى النبهاني حارس الفريق الأزرق في ثاني محاولة لتسديد هدف على الفريق الأزرق. كابتن إبراهيم تتوقعوا هدف ولا؟ إن شاء الله هدف. قبل شوي كانت في العارضة؟ ولا؟ في العارضة. في العارضة كانت صح؟ الهدف المحاولة الأولى. يلا إن شاء الله هالمرة تكون في الشباك. لا المرة الأولى صدها الحارس. صدها ايوه وضربت في العارضة بعدين. هدف! مبروك! أول هدف في حلقتنا لليوم من هدف! نشوف إعادة الهدف عشان نتأكد. هدف جميل وهدف متقن، وفعلا قدر حارس المرمى انه ما يصد الكره، وقدر سيف الحبسي هداف الفريق الاحمر انه يسدد ضربه الجزاء الاولى في حلقتنا لليوم. واخيرا صار عندنا رقم 1، بدل 0-0 صار 1-0، الحين نبغى يصير 1-1. والرصيد 1100 ريال للفريق الاحمر، بينما الفريق الازرق للحين رصيده 250 ريال. حاولوا قد ما تقدروا انكم تجاوبوا بأسرع وقت عشان على الأقل يزيد رصيدكم لحد نهاية الحلقة. مبروك شباب. نواصل والحين نشوف هجمة جديدة وهجمة زرقاء. ترجع الكرة لمنتصف الملعب إعلانا ببدأ هجمة جديدة للفريق الأزرق. موفقين بنات. ونشوف السؤال الأول. ما اسم الحيوان الملقب بالفك المفترس؟ الأسد، التمساح، والقرش؟ الفك المفترس هو فعلاً القرش. الحمد لله الإجابة صحيحة، ولكن بتتقدموا مربع واحد فقط. إلى الأمام أكيد. نشوف ايش مخبي المربع.
انتقل خانتين إلى اليسار. جهينة، أسماء وخالصة، أريدكم تأخذوا نفس عميق وتركزوا وتهدوا، وإن شاء الله كل الأسئلة القادمة تجاوبوا عليها بشكل صحيح. أهم شيء ما تتوتروا. رصيدكم صار الحين 300 ريال، يعني في تقدم. خلونا نشوف الحين سؤالكم التالي. ما اللقب الذي عرف به الصحابي أبو عبيدة بن الجراح؟ أمين الأمة. أمين الأمة؟ يا سلام، صح، وثلاث خانات مرة واحدة. شفتوا لما خذيتوا نفس وهديتوا؟ شوف الحين ثلاث خانات بأي اتجاه؟ اليمين واحدة وثنتين للأمام. واحدة لليمين وثنتين للأمام. ايش تتوقع نخبي لكم المربع؟ ان شاء الله خير هالمره. ان شاء الله خير، تقولها من خاطر بعد. خلونا نشوف. تقدم الى منطقه الجزاء، الحمد لله. يا سلام، كان اختياركم موفق. انتم تحطوا الكره في هذا المربع، وهالمربع اعطاكم انتقال لمنطقه الجزاء. الحين الدور والباقي على كابتن احمد خميس، لازم عاد يسجل لنا هدف هالمره. كابتن احمد خميس يتوجه لمنطقه الجزاء ويقابله حارس مرمى الفريق الاحمر كابتن عبد العزيز الرقادي. يلا ادعوا 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 ان شاء الله. خلونا نشوف، يا رب هدف. الفريق الازرق، عفوا الفريق الاحمر، لا تزعلوا مني، يعني انا اتمنى التعادل دائما. ايش صار؟ عرضه؟ خلونا نشوف، خلونا نشوف الإعادة. بالعرضة وما دخلت، ما دخلت، يعني على قد لو لمست الشباك من الجهة الثانية يعني كان على الأقل بنحسبها، بس ما أبدا كانت، يعني الجاية تحسن إن شاء الله. شوف الفرحة على وجوه الشباب. احنا ضاعت علينا ضربة جزاء. واحدة واحدة. انتوا ضاعت عليكم مرة وهم ضاعت عليهم مرة، وشوفوا بعدهم يدعوكم للتفاؤل انه ان شاء الله المرة الجاية تسجلوا. ان شاء الله. النتيجة إلى الآن 1-0 لصالح الفريق الأحمر. الفريق الأحمر متقدم برصيد 1100 ريال، بينما رصيد الفريق الأزرق 450 ريال. الحين هجمة جديدة حمراء، وإن شاء الله يكون هدف جديد. نرجع الكرة لمنتصف الملعب ونبدأ مع السؤال الأول. حظائر تقليدية تبنى على أرض مستوية تسور بجذوع شوكية تتميز عن غيرها بوجود باب مغلق. العرائش. العرائش. نشوف. المشددات. لو فكرتوا شوية فيها، معلش. هجمة مرتدة للفريق الأزرق. هذه فرصتكم انكم تسجلوا هدف. نشوف السؤال الأول. من هو صاحب رواية موسم الهجرة إلى الشمال؟ الطيب صالح، فؤاد قنديل، أو طه حسين؟ طه حسين. للأسف الإجابة خاطئة. دائما يصير معانا كذا في لحظة من اللحظات تكثر الهجمات المرتدة وخلاص، والفريقين يتوقفوا عند رصيد معين. معلش، راح نواصل معاكم إن شاء الله ونعطيكم كذا فرصة ترتاحوا فيها وتستجمعوا أفكاركم وتعيدوا رسم خطتكم الهجومية، ولكن من بعد هالفاصل.
هذا عالمك عمان، عالمك عمان تل. راح عليك بنين اسم ماما وبابا. فهمونا يا جماعة الخير، ايش المشكلة؟ المشكلة انتو، انتو اللي ماخذين الحياة باستهتار ولا مبالاة. اكيد خلي عينك على وحدة. لا بصراحة ايوه. ايش يا ولدي؟ خير؟ ايش صاير؟ ايش مستوي؟ وابوك ليش شلوا الشرطة؟ لا يكون هذا سرق ولا قاتل حد. اكيد 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 قتل حد فيكم. بابا بابا وين رايح يا رجال؟ صراحة انت حالتك صارت صعبة ولازم تتعالج. اتعالج من مو؟ من مرض النسيان. اقول ايش تو صحيح اني انا متزوج؟ انا اعتقد اول من يمتلك قطعة زي اي قطعة، يعني افترضنا هذه، نعم، هذه تحفة. فقسم بأحساء وقسم بدوحة وقسم تبناه الكويت فأكرمه. هذه الزخارف التي نجدها في جلد المخطوط، هذه أختام خاصة بالمخطوطات العمانية. وقيام جلالة السلطان الجديد بإصلاح البلاد ولم شعث العباد. يعني مسيرة حافلة، لذلك أنا محتار من أين أبدأ في كل هذه الزحمة. إيمان هي أول طالبة عربية لدي، والحقيقة أنها بالمقارنة بالكثير من الطلاب الأجانب طالبة مجدة وتتميز بجهودها الأكاديمية عن باقي الطلبة بشكل واضح. أنت ما دام إنك مشيتي في الطريق هذا كملي وصير قوية ويجيب امتياز ويجيب الشهادة اللي أنت تبيها. يعني حقيقة المكتبة يعني تشغل جزئية مهمة في حياتنا نحن الطلبة المغتربين. ما عليه، أنت لا تنسى نفسك مع أخوتك مع زملائك العمانيين وهذول الآخرين. طبعاً في شهر رمضان الحياة تختلف بشكل كامل، روتيننا يتغير، كل شيء يتغير، دوام في الجامعة يكون أكثر إجهاد لأن الصوم يكون فترة طويلة مدة حوالي 18 ساعة. واجد أشياء تعلمتها من الغربة، من أول ما طلعت من عمان في المطار لحد ما وصلت أمريكا وكل أيامي في أمريكا. غريب أخويا ومستحيل أفرط فيه. أنتوا الميانين، أنتوا كلكم ميانين. أنا ما مينون، أنا ما مينون. أحفظ لسانك يا هلال. أبو نحمان أكبر من الكلام اللي تقوله. إيش رأيك تأخذ زيانة؟ أم لسانك. أنا عندي الحل. إيش رأيك تزوج خصيف لبدور؟ وين هالحرمة اللي تقدر على حالة مرهونة؟ وين الخزنة اللي في بيت حميد؟ لو وزحت على الحال أطلعهم من حالة الفقر وانت ملهم. أنا اللي برد عليك. أسميها سمرة عيد.
مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج هدف، أذكركم أن تقدروا تتواصلوا معنا وتشاركوا معنا بالبرنامج من خلال رسالة نصية قصيرة. إذا حابين تكونوا معنا داخل الاستوديو ترسلوا لنا كلمة استوديو على الأرقام المخصصة لذلك. أما إذا كنتوا حابين تشتركوا معنا عن طريق الهاتف ترسلوا لنا كلمة هدف على الأرقام المخصصة لذلك. وكل هالأرقام وكل هالرسائل راح تدخل معنا في جلوباتنا اليومية والأسبوعية. كل يوم نسحب على 3 أرقام، كل رقم يفوز معنا ب 200 ريال، وفي نهاية كل أسبوع عندنا سحب إضافي على رقم واحد وهذا الرقم يفوز معنا ب 1000 ريال، فبالتوفيق للجميع. إذا ما كان عندكم فرصة للمشاركة معنا سواء داخل الاستوديو أو عن طريق الهاتف، ممكن تكون عندكم فرصة للمشاركة والفوز معنا بسحوباتنا اليومية والأسبوعية. نبدأ معكم الحين بسحبنا لهذه الليلة. نشوف مع بعض السحب الأول والرقم الأول اللي راح يفوز معنا إن شاء الله في سحب هذه الليلة. صاحب الرقم 9 3 8 9 3 7 3 0. مبروك، ألف مبروك لصاحب الرقم 9 3 8 9 3 7 3 0. مبروك عليك، 200 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. ونشوف معاكم الرقم الثاني لهذه الليلة، يا ترى مين راح يكون سعيد الحظ اللي راح يفوز معانا إن شاء الله ب 200 ريال؟ 9 2 2 1 1 0. ألف مبروك لصاحب رقم 9 2 2 1 1 0 2 0 7 2. مبروك، ألف مبروك عليك، 200 ريال مقدمة من برنامج هدف. نواصل، وآخر رقم، يا ترى من راح يكون سعيد الحظ الأخير معانا لهذه الليلة؟ نتابع معاكم 9 8 2 6 2 7 6 6. مبروك لصاحب الرقم 9 8 2 6 2 7 6 6. مبروك عليك، 200 ريال مقدمة من برنامج هدف. الفرصة متاحة للجميع، كل من يتواصل معنا ويرسل لنا رسائل نصية قصيرة يقدر انه يشارك معنا سواء داخل الاستوديو او عن طريق الهاتف او من خلال سحوباتنا اليومية والاسبوعية ان شاء الله يفوز معنا. الحين راح نذكركم مشاهدينا ونرجع وياكم لمباراتنا لهذه الليلة اللي تجمع ما بين الفريق الازرق والفريق الاحمر. الى الان النتيجة 1-0 لصالح الفريق الاحمر، والفريق الاحمر رصيدهم 1100 ريال بينما الفريق الازرق رصيدهم 450 ريال. الهجمة الاخيرة كانت مع الفريق الازرق وما قدروا انهم يجاوبوا على السؤال بشكل سليم، فانتقلت الهجمة للفريق الاحمر، فخلونا نتابع سويا هجمة الفريق الاحمر. ما باقي كثير وقت من مباراة الليلة، فخلونا نحاول ان كل هجمة تكتمل. طيب بالتوفيق ان شاء الله. خلونا نشوف السؤال الاول في هالهجمة. في أي عام بدأت مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية؟ 2005، 2004 و2003. 4 3 أنا 2003. 2003. للأسف الإجابة خاطئة، كنتم محتارين ما بين 2005 و2003، ولكن الإجابة الصحيحة كانت 2004. ما عليه، تنتقل الهجمة الآن للفريق الأزرق. نشوف السؤال الأول. ما المقصود بالبيان رقم 1 في بعض دول العالم؟ الاتفاقية الأولى، إعلان الاستقلال، أو إعلان انقلاب الحكم؟ أنا مش مختار بسرعة بسرعة. إعلان الاستقلال. إعلان الاستقلال. إعلان انقلاب الحكم. إجابتكم للأسف خاطئة. وصار لنا الحين مدري كم هجمة، كلها هجمات مرتدة، كل فريق قاعد يخطف الكرة من الفريق الثاني وما قاعدين نشوف ولا هجمة تتحرك باتجاه أي فريق. نواصل ونشوف هجمة جديدة للفريق الأحمر.
نشوف السؤال الأول. ولاية بمحافظة جنوب الباطنة من أفلاجها المائية الواشحي وأبو حلفة والزوردي، نخل، وادي المعاولة أو العوابي؟ نخل. إن شاء الله. وادي المعاول. وهين البنات عندهم فرصة يسجلوا هدف، وخلونا نشوف الهجمة الزرقاء. شدوا حيلكم بنات، يعني احتمال تكون هذه آخر هجمة لكم، فحاولوا انكم تخلوها هجمة مكتملة ونقدر نسجل هدف. نشوف السؤال. من القائل: بانت سعاد فقلبي اليوم مبتول، متيم إثرها لم يفد مكبول؟ الفرزدق، حسان بن ثابت أو كعب بن زهير؟ حسان بن ثابت. يا الله يا الله يا رباه، إجابة خطأ. نكمل نواصل، وهجمة جديدة للفريق الأحمر. أنا الحين مستعجلة أبغى أحد يسد الهدف. نشوف السؤال الأول للفريق الأحمر. في أي عام بدأت السلطنة في تصدير النفط؟ 67، 77، 87؟ 67. الحمد لله الحمد لله، إجابة صح، وثلاث خانات إلى الأمام. ولا ثلاث إلى الأمام، ما عندنا وقت نضيع يمين يسار. إن شاء الله خطوتين فقط تفصلكم عن منطقة الجزاء. خلونا نشوف إيش مخبيكم المربع. تراجع خانة واحدة. لحد الحين عندكم فرصة، إذا جاوبتوا صح خلال 5 ثواني راح تقدروا أنكم تهددوا مرماهم مرة ثانية. نشوف السؤال التالي. ولاية بمحافظة شمال الباطنة يوجد بها وادي الغليلة ووادي الأسويق. السويق، الخابورة، شناص. الغليلة. السويق. خطأ، شناص. نكمل، وهجمة جديدة للفريق الأزرق. نشوف السؤال الأول للفريق الأزرق. ما اسم صوت طائر البوم؟ زعاق، نهيم أو نعيب؟ مرة علي. أظن ذي حتى ما في أدية. بسرعة. ليش؟ نهيم. وصية. نهيم. أصلاً خلص الوقت. نهيم. ما سمعنا إجابتكم، ولكن في جميع الأحوال إجابة كانت خاطئة. ترى أقول لكم جاوبوا بصوت عالي، إحنا ما سمعنا، لا أنا سمعت ولا الكنترول سمع، ولكن إجابة كانت خاطئة. نواصل ونشوف الحين هجمة جديدة مع الفريق الأحمر. إذا جاوبتوا خلال 5 ثواني على طول بتروحوا منطقة الجزاء، بالتوفيق إن شاء الله. خلونا نشوف. مما سكر ريال السعيدي الذي ظهر سنة 1958؟ النحاس، الفضة أو الورق؟ الفضة. الفضة. يعني لو قلتوها قبل ثانية واحدة بس. لو يلا ما عليه ما عليه. خطوتين إلى الأمام. لأنه مستحيل. خلونا نشوف المربع إيش مخبي. تراجع. تراجع خانة واحدة. عندكم فرصة في السؤال التالي، إذا جاوبتوا خلال 10 ثواني إن شاء الله تفوزوا. خلونا نشوف السؤال. في أي ولاية توجد عين شديد؟ محضة، ثمريت أو ينقل؟ ينقل. ينقل. أنا شايف ثمريت. يا الله الإجابة خطأ، وكنا يعني قريبين من تسجيل الهدف الثاني، ولكن ما حالفكم الحظ هالمرة. عندنا وقت لهجمة ثانية ولا ما تريدوا؟ تريدوا؟
يلا خلونا نشوف هجمة جديدة للفريق الأزرق. مشواركم طويل، خلونا نشوف سؤالكم. ما اسم صوت النحل؟ ونين، دبيب أو طنين؟ دبيب. خطأ، وطنين. كيف معنوياتكم؟ معنوياتكم شباب؟ طبعا مرتفعة ما شاء الله، رصيدكم 1350. نعوض إن شاء الله. وانتهى وقت مباراتنا لهذه الليلة، وبكذا نعلن فوز الفريق الأحمر. مبروك عليهم، هدف نظيف أمام الفريق الأزرق ورصيدهم 1350 ريال، بينما الفريق الأزرق راح يغادرنا ب 450 ريال. بما أنكم ما سجلتوا ولا هدف فما ينقص من رصيدكم شيء. شكرا على وجودكم معنا، نورتونا ومبروكين، والله إن شاء الله يتقبل منكم الصيام والقيام فيما تبقى من الشهر الفضيل. إذا بكذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد يجمعنا بكم في نفس الموعد، فكونوا بانتظارنا عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الرحمن ورعايته، تصبحون على خير.